الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا أن مننت علينا بسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعرفنا مقاما راقيا رقراقا لكل إنسان ذائق، وهو مقام العشق. فيا ترى ما هو هذا المقام؟ العشق قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عشق فعفى فمات مات شهيدا. هذا المقام الذي كله عفاف وكله ذوق راق إنساني، ذوق روحاني، ذوق نوراني، ذوق عرفاني. عندما يعشق الإنسان، ما معنى يعشق؟ وكيف يكون العشق؟ وما هو العشق في حقيقته وفي حياة الإنسان؟ كيف يعشق الإنسان؟ الحقيقة أن لهذا المقام مذاقات عديدة، ولا يمكن أن يترجم بألفاظ أو بمفردات أو بمصطلحات، ولكن عندما نقرأ في القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى سن لنا سنة القصص، فلربما تكون قصة في حياة الناس فيها عبرة وفيها معرفة. العشق فتاك بالقلوب. مرة ذات يوم الأصمعي، وهو رجل معروف أديب، فوجد الأصمعي على حجر كبير في طرقات البصرة بيتاً ينبئ عن سؤال مكنون في قلب شاب من شباب هذه الأمة، أو من قلب رجل من رجالاتها، أو من قلب عاشق يريد النصيحة. فقرأ ما كتب، وقد كتب: أيا معشر العشاق، بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى ماذا يصنع؟ فنظر الأصمعي وكتب بيتا تحت هذا البيت، وكأنه ينصحه، وكأنه يرشده، وكأنه يعلمه. فقال له: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. كتب هذه الأبيات وانصرف، وبعد حين من الزمن عاد الشاب إلى هذه الصخرة، فوجد أن ثم رجل من البشر شاعر استلطف واستشعر ما في قلب هذا الشاب، فأجابه بنصيحة في هذه الأبيات. قال: إذا لم يجد الفتى صبرا لكتمان سره، فليس شيء سوى الموت ينفع. وذهب. وانظر إلى هذا الخطاب الذي على هذه الجدارية. وبعد أيام عاد الأصمعي لينظر ماذا كتب ذلكم الغلام، ذلكم العاشق الذي هو يتفنن في مذاقات العشق في هذه القصة العجيبة. فعندما أقبل وجد أبياتا قد كتبت، مطلعها يقول: سمعنا أطعنا وقد متنا، فبلغوا سلامي للذي كان بالوصل يمنع، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. فلما رأى هذه الأبيات وأراد أن ينصرف، فوجد بالمقربة أن الذي كتب هذه الأبيات قد مات وفارق الحياة بعد أن كتبها. فقال الأصمعي كلمته المشهورة: ومن الحب ما قتل. هذا الإنسان عندما ذاق مذاقات العشق وما استطاع أن يتحمل أو أن يستوعب أو أن يجد صبرا لما يجده في قلبه من الوجد والعشق والهيام، فما استطاع أن يبقى في هذه الدنيا، فمات كمدا، ومات ألما من شدة ما يجد في قلبه. والعشق قد يأخذ القلب، وأحياناً يأخذ العقل، فهذا الغلام أخذ قلبه، وأما الآخر
فقد أخذ عقله. رؤي قيس بن الملوح ذات يوم وهو يمشي في شوارع مدينة ليلى العامرية يقبل الكلاب، فقيل له: ما بالك قد جننت؟ لما تقبل هذه الكلاب؟ قال: رأيت هذه الكلاب تسير في شوارع ليلى. هذا العشق أخذ عقله ولبه، فكيف بالإنسان الذي إذا ذهب إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وهو يقبل جدرانها: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا هو العشق، وهذا مذاق من مذاقاته، لأنه مقام عال. نسأل الله سبحانه أن يذيقنا ما أذاقهم من مذاقات العاشقين الراغبين المتمسكين بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن لن يكون ذلك إلا لصاحب القلب السليم. فسلم قلبك وأسلم لله جل جلاله وتعالى في علاه أمورك كلها، تسلم بالحشا. قالوا: هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. أحبتنا إن الغرام أصابني وغيبني حتى تحيرت فيكم، فإن رمت نوما فارق النوم مطلتي، وإن رمت بسطا خف سلوايا عنكم، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام رضا، وليت الذي بيني وبين العالمين خراب.